باش نكملوا في التعريف بويكيبيديا، في مشاريع ويكيميديا اللي نجمو نخدموها اون لين، وباش نشوف اليوم كيفاه نعدلو في موسوعة ويكيبيديا، كيف نحرر في ويكيبيديا. فما شكون يقول نحرر في ويكيبيديا، فما شكون يقول نعدل في ويكيبيديا. دونك نشوفوا الفرق في ويكيبيديا العربية ما بين المحرر والمستخدم العادي والإداري إلى غير ذلك. منعرفش اسكو تسمعوا فيا ولا؟ داكو. كيف نحرر في ويكيبيديا؟ باش نحرر في ويكيبيديا لازم نعاود نركزو على الأسس اللي عليها تبنات ويكيبيديا، وملزمش نخليو الأسس هذه من غير ما نتلهو بها، ملزمش نحيدوا على الأسس هذه باش تبقى المساهمات في ويكيبيديا غير ممسوحة. وباش تتسجل في ويكيبيديا، خاطر فما برشا شكون يساهم في ويكيبيديا، يبدل في حاجات، يعمل مقالات، يصنع مقالات، وفي الاخر الا يعمل الكل يتفسخ ولا ما يبقاش، على خاطرش يتفسخ وعلى خاطرش ما يبقاش، على خاطر فما أسس لازم نتقيدوا بها. الأسس حكينا عليهم مرة فات، أما نعاودو نحكيو عليهم ونركز عليهم المرة هذه. ألا ويكيبيديا هي موسوعة، وموسوعة تقدم معلومات في الموسوعات العامة والمختصة والدوريات. ما نجموش نحطوا أبحاث أصلية في ويكيبيديا. الأبحاث الأصلية كما براءات الاختراع الجديدة ولا الأبحاث الجديدة ولا الأبحاث الجامعية، ما نجموش نحطوها في ويكيبيديا. ويكيبيديا ما نجموش نحطوا فيها كذلك منشورات تنشر لأول مرة، ما نجموش نحطوا زادا الآراء الخاصة في ويكيبيديا. هي موسوعة شاملة، صحيح نجم نحكيه في مواضيع مختلفة، لكن مقيدين ألا الموسوعة هذه هي تحافظ على الحيادية والمصادر لازم تكون موجودة في الموسوعة. الأساس الثاني هو ويكيبيديا تعتمد وجهة النظر المحايدة، وهذا يعني أننا نحاول جهدنا كي لا تدعم المقالات رأيا واحدا، مما يتطلب أحيانا طرح وجهات نظر متعددة تصف كل منها بدقة، مع تقديم معلومات خلفية عن كل وجه وبدون تقديم أي رأي على أنه الصحيح أو الأفضل. وهذا يعني الاستشهاد بمصادر موثوقة، وخاصة في المواضيع الخلافية عندما يحدث نزاع حول الحيادية. من الحاجات اللي تعاون باش نحيو الخلاف هو ناخذ مدة استراحة للتهدئة، ونستناو حتى فين مع الوقت نوصل الحل. معناتها الأساس الثاني لويكيبيديا هو الحيادية، وجهة النظر المحايدة، ما يلزمكش تفرض رأيك، وحتى
إذا كان عندك قناعات شخصية، ما دام القناعات هذيك ماهاش موثقة بمصادر، ما تنجمش تكتب في ويكيبيديا. الأساس الثالث لويكيبيديا هي موسوعة حرة. موسوعة حرة يعني المحتوى متاعها حر، أي مقالة في ويكيبيديا تنجم تستعملها لاستعمالك الشخصي، ونجم تعاود تنشرها. الحرية شفنا المرة اللي فاتت اللي فما 4 مراحل للحرية، 4 مستويات للحرية: حرية الاستعمال، حرية الاطلاع على المصدر، حرية تغيير المصدر وتغيير الموسوعة، والحرية الأخيرة هي حرية النشر من جديد. تنجم تحاول تنشر الموسوعة بنفس الرخصة، حتى ولو بأهداف ربحية. أهداف ربحية، لذلك أي حاجة موجودة في الموسوعة لازم تكون حرة. وهذا شي يكون أكثر مشكل يعترض القادمين الجدد، كيفاش يحطوا محتوى حر في ويكيبيديا. ومن المحتوى الحر نحكي عليه نجم نقوله حتى الصور والفيديوهات، باش تنجم تحطها في ويكيبيديا لازم تكون حرة. يا تكون انت صنعت المحتوى هذاك وتتخلى عن حقوق النشر وتنشرها تحت رخصة حرة، ولا تكون المصدر هذاك حر. وفما وسائل متعددة في الانترنت كيفاش تلقى محتوى حر، مثلا صور ذات رخصة حرة. الأساس الرابع في ويكيبيديا هو أدب النقاش. ويكيبيديا مهاش مصنوعة من طرف ولا من قبل شخص واحد. ويكيبيديا هي مجموعة أشخاص، مجتمع كامل يتكاتف ويساهم في ويكيبيديا، كل واحد حسب معرفته حسب مهارته. لذلك باش نجمو نخدمو مع الناس الكل يجب احترام أدب النقاش. وكذلك يجب تجنب تعارض المصالح والتهاجمات الشخصية والتعميمات، ونحاول نوصل ديما للتوافق ونبتعد على حروب التحرير. فما عبارة نقولها في ويكيبيديا هي حروب التحرير، لا غاف ديليسيون، معناتها تحط انت معلومة يجي واحد اخر يفسخها، تعاود تفسخها انت من جديد، يرجع الشخص الاخر يعاود يفسخ اللي كتبته انت يحط. هذا نسميه حرب تحرير. والحل لحرب التحرير هذه مستحسن انك تبعد شوية وخلي الامر شخص اخر هو ينظر فيه. وويكيبيديا ماهاش متسامحة ومتسامحش المجتمع مع أي إخلال الأساس الرابع هذايا، وينجم يوصل الأمر لأنه المستخدم ما عادش عنده الحق ينشر حتى شيء في ويكيبيديا، وصارت قداش المرة. الأساس الأخير أنه لا توجد قوانين صارمة أخرى. ليس الويكيبيديا قوانين صارمة غير أسس الخمسة هذه: كن جريئا في تحرير وتعديل ونقل المقالات، لكن حاول باش ما تخربش الموسوعة. وباش ما تخربش الموسوعة لازمك تعرف كيفاش تستخدم الموسوعة هذه، وكيفاش تعرف تكتب في الموسوعة. كيفاش تكتب في الموسوعة مثلا، كيفاش تتعلم تكتب قبل ما تنشر حاجة في الموسوعة، في تسميوه في المسودة متاعك، أو ما يعبر عنه بويكيبيديا العربية بملعب. وفيه تنجم تحسن في المهارات متاعك. شفنا المرة اللي فاتت اللي ويكيبيديا ماهاش المشروع الوحيد اللي نهتم بيه في ويكيميديا تونس، هي جزء من مشاريع ويكيميديا. ويكيميديا هي المؤسسة اللي تعتني بهذه المشاريع الكل.
وكل مشروع عنده المجتمع متاعه وخاصيته وقوانينه. احنا شو نشوف اليوم ويكيبيديا وشوية من ويكيميديا كومونز، وإن شاء الله في المرات في الحلقات الآتية نشوفه خاصة ويكي داتا وغيرها من المشاريع الأخرى. باش نعرفوا ويكيبيديا لهنا باش نحكيو على مبنى صفحة ويكيبيديا. ويكيبيديا كيف نحلو الموسوعة؟ دونك لهنا باش نحاول نوري الموسوعة كيفاش تبدأ. دونك هذا من المشاريع اللي كانوا في الموجودين في الموسوعة، الموجودين في ويكيميديا، وويكيبيديا هي جزء من المشاريع هذه. ويكيبيديا هي جزء من المشاريع هذه، وموجودة ويكيبيديا ب العديد من اللغات. حاليا وصلنا ما يفوق 300 لغة، والعربية أخيرا فاتت 1,000,000 مقالة في مجموعة مقالاتها. ويكيبيديا العربية لهنا باش نحكيو على مبنى صفحة ويكيبيديا عامة، باش نشوفو كل شيء لهنا شنو يعني. كيف نحلو صفحة ويكيبيديا من غير ما نعملو حساب مستخدم، معناتها هذا مش يكون موجود، معناتها باش تكون فقط تسجيل الدخول فقط. نلاحظوا على كل المقالات تكون في الفضاء هذا. الفضاء هذا هو باش يكون فيه المقالات، لكن ثم أربع مركبات أساسية وثابتة في كل الويكيبيديات ديما موجودين. عندكم الشعار هذا يختلف مع نوع المشروع اللي احنا فيه، لكن عندنا شريط جانبي للدخول السهل ولا الدخول السريع لصفحات معينة في ويكيبيديا. مثلا الصفحة الرئيسية اللي هي هذه اللي نشوفوا فيها بكري بالأخضر، هذه هي الصفحة الرئيسية، وقوائم أخرى. قوائم أخرى منها مثلا كيفاش نبدلوا لغة المقالة. فما مقالات موجودة بلغات عدة، نجم تتعدى من لغة بلغة أخرى في الشريط الجانبي. بعتلي عنا علامات التبويب العليا، هذا نسميهم علامات التبويب. صفحة رئيسية، نقاش، اقرأ، عرض المصدر، تاريخ، وصفحات أخرى. نجم نحكي اللي هما كل صفحة في ويكيبيديا عندها صفحة نقاش خاصة بها، معناتها قبل من إذا كان فما مشكل ولا نحب نتحقق من حاجة قبل من ننشر هذا في الصفحة، نجم ندخل على النقاش ونحكيه مع المحررين اللي كتبوا الموسوعة، اللي كتبوا المقالة قبل، وشوفوا معهم كيفاش نضيفوا الموضوع هذا. عندنا بعد تالي التاريخ، فما حاجة هامة هي تاريخ الصفحة. تشوفوا بعد كيف نحل ويكيبيديا، نجم نشوفوا بالتاريخ بالوقت وباليوم كل التغييرات اللي صارت في الصفحة هيك. ما إذا كان صفحة نقاش ولا حتى صفحة مستخدم عادية. عنا بعد الفوق بالكل خيارات المستخدم، دونك هذا خاصين فقط بالمستخدم. هنا يبدأ يكون اسم المستخدم بتاعك، هذا جرس التنبيهات والاختيارات، ولهنا النقاش بتاعك والملعب بتاعك وإضافات وتفضيلات والمراقبة والمساهمات والخروج إذا كان تحب تنحي ولا تسكر السيسيون بتاعك، تسكر اسم المستخدم بتاعك. وأخيرا هنا عندنا صندوق البحث. البحث يعني في مقالات ويكيبيديا عن مقالة معينة أو استفسار
استخدام كلمات للبحث. لذلك من المرحلة الأولى في تعلم كيفية استخدام ويكيبيديا والكتابة في ويكيبيديا هي إنشاء حساب. معناتها إذا كانت تحل ويكيبيديا بصفة ولا لأول مرة، نشوفوا هنا مثلا ناخذ صفحة جديدة، نكتب ويكيبيديا، باش يكون عندنا لنا غير مسجل، نقاش، مساهمات، إنشاء حساب ودخول. نجم نستعمل ويكيبيديا من غير حساب، نجم نمشيو لأي مقالة كانت، ناخذ أي مقالة مثلا جائحة فيروس كورونا، ونجم نعدلها حتى ما يكونش عندي حساب مستخدم. لكن المشكلة إذا كان تستخدم ويكيبيديا من غير حساب، ينبهك يقول لك راهو عنوان الاي بي نتاعك، لادريس اي بي نتاعك باش تظهر في تاريخ المقالة. تاريخ المقالة هو كل مستخدم والتغيير على عمله في المقالة شنو يكون. عندنا التاريخ والوقت، اسم المستخدم، ونجم نشوفوا الفرق ما بين النسخة الحالية والنسخة اللي مثلا هنا يوم 21 أبريل. نشوفوا الفرق، لا فرق هنا، ما نعرفش شنو الأسعار، ونجم نشوفوا التعديلات السابقة الأخرى مثلا هنا أضاف المستخدم هذا وصلة لكلمة وإيباكس ووصلة لكلمة ناسداك 100. أوكي، التغييرات الكل مسجلة، كل شيء موثق ومسجل. المشكلة إذا كان تخدم من غير حساب مستخدم هي الأدريس إي بي، عنوان الأي بي متاعك هو باش يكون الظاهر في التاريخ. لذلك المستحسن باش تحمي بياناتك الشخصية تقوم بإنشاء حساب. إنشاء حساب سهل برشا، تبع المطلوب منك لهنا، مستحسن تضيف بريد إلكتروني باش توصل لك التنبيهات، ولا حتى باش تعاود كلمة السر إذا كان نسيتها، وخلي عندك حساب مستخدم وتولي تدخل ويكيبيديا بالزر هذايا، زر الدخول. لهنا بعد ما تدخل زر الدخول متاعك، نجم تول تبدأ تحرر وتبدأ تكتب في ويكيبيديا، لكن مستحسن ألا أنت تكون عندك تجربة في التحرير. التجربة في التحرير هذه نجم تتعلمها، وهذا خاص فقط بويكيبيديا العربية. ويكيبيديا العربية لهنا عندها مشروع مع أربعة ولا حاليا في طور التجربة، هي الاهتمام بالوافدين الجدد، أي مستخدم جديد باش ما يبداش ضايع من الأول. نعطيه لوحة مستخدم هي تساعده في اختيار المهام اللي يبدأ بها. مثلا كيفاش نفعله بعد ما تعمل الكونت جديد متاعك، حساب جديد. بالطبيعة هذا باش يكون لونه أحمر. على فكرة إذا كان عندك لون أحمر في أي وصلة، معناتها الصفحة هاكي مغاش موجودة، غير موجودة. وإذا كان عندك وصلة زرقاء، معناتها عندك لهنا شي هزك، الصفحة موجودة. بقى كيفاش فعلوا لوحة المستخدم هذه؟ هي مازالت في تطور الإضافات التجريبية، معناتها كيف تمشي الإضافات. لهنا الملف المستخدم تاعك، تفضيلات، عفوا تفضيلات، ملف المستخدم، تمشي لوطة بالكل، تستخدم ولا تحط لوحة المستخدم للوافد الجديد، وتختار هذا المزوز وتحفظ الصفحة متاعك.
كيف تستعمل هاللوحة المستخدم الوافد الجديد، كيف تولي تضغط على اسم المستخدم بتاعك يخرج لك لوحة مستخدم، كما نقولوا ان موديول باش يعاونك كيفاه تبدأ في ويكيبيديا. نرجع لهنا للبريزنتاسيون. لوحة المستخدم هذه الخاصة بالوافد الجديد يبدأ فيها الأركان هذه. عندنا البداية من هنا، إنشاء الحساب تكون خدمته معطى الساي، تكون معلمة هذه خدمة الساي. بعدها إضافة البريد الإلكتروني ولا حتى تغييره نجمه من هنا. وبعدها تعلم التعديل. كيفاش تتعلم؟ باش تتعلم عندك الو داكور. بالنسبة للبانل هذا، للبانو هذا، اللوحة هذه هي البداية. نجم تتعلم التعديل، ثم صفحات نجم تتعلم بها التعديل. الهيلب بانل، لوحة المساعدة هذه، روابط لصفحات تساعدك في التعليم. مثلا أكثر الأسئلة يسألها الوافدين الجدد، مثلا كيف تم إنشاء مقالة جديدة، أو كيف يتم تصحيح خطأ في مقالة. تضغط على أي صفحة يعطيك مساعدة في المهام هذه. الحاجة الجديدة أخرى في ويكيبيديا العربية، ألا أي مستخدم جديد كيف يعمل الحساب متاعه، يتم تعيين مرشد خاص ليه هو. مش معناتها مرشد، أن مونتور. المرشد هذا هو ينجم يجاوبك يدوينا على أسئلة أنت نجم تطرحها. فما وصل لهنا مباشرة تهزك لصفحة نقاشه وتنجم تسأله سؤال مباشر، وهو بالطبيعة نجم يرد عليك في أغلبية في ظرف نهارين 3 أيام يوصل لك الرد. بعدها، وهذه الحاجة هامة جدا زدناها في ويكيبيديا العربية، هي كيف تختار مقالات انت باش تخدم عليها الساعة. باش نرجع بعد شوية للموديول هذايا، التعديلات المقترحة وللتشجيع للخدمة على ويكيبيديا. هنا يعطيك التأثير متاعك، أي مقالة تقوم بتعديلها يعطيك عدد المشاهدات، قداش تشاهدت من مرة، وقداش معناتها أثرت المساهمة متاعك في ويكيبيديا. باش نرجع لهنا الموديول ولا وحدة التعديلات المقترحة، اللي هي وحدة بالحق حاجة جديدة وحاجة باهية في ويكيبيديا العربية. ألا ينجم هنا نرجع لصفحة المستخدم الخاصة بيا باش نوريكم الدروس التعليمية. مثلا كليكي على درس تعليمي يعطيك الدروس الكل في التحرير. نرجع لهنا، لهنا المرشد متاعك نجم تسأله سؤال. السؤال بالطبيعة باش تكتبه لنا كيف تعمل انشر آليا باش يجي عنده في صفحة نقاش متاعه، وبعدها هو كيف يرد عليك ينجم يشير لك. بعدها يظهر لك اختار لنا نوتيفيكاسيون تقول لك راهو
رد عليك في على السؤال بتاعك. باش نجي لهنا للتعديلات المقترحة هذه، اللي هي حاجة جديدة في ويكيبيديا، موجودة خاصة حاليا في كان في ويكيبيديا العربية التشيكية الفيتنامية والكورية، وبعدها يمكن في الأشهر المقبلة ولا في الأعوام المقبلة باش تتعمم في ويكيبيديا الكل. لكن في ويكيبيديا العربية تنجم أول حاجة إذا كانك جديد في ويكيبيديا تنجم تختار شنو هو نوع التعديلات اللي تحبها. هنا كيف نضغط على نوع التعديلات يعطيني حدد مستوى التعديلات. نجم تكون عندك تعديلات سهلة متوسطة ولا صعبة، وحبينا نخليو إنشاء المقالة معناتها كرياسيون دارتيكل جديد غريزي حاليا غير متوفرة، لأن نحاولوا ألا المستخدم الجديد يبدأ بالتعديلات السهلة والمتوسطة، وبعدها آخر مرحلة هي اللي هي أحسن ولا تتويج للتعليم هذا الكل، هو نجم ينشأ مقالة جديدة. لكن في أول معاملة مع ويكيبيديا ننصحه باش ما تكونش أول حاجة يعملها المستخدم الجديد هي إنشاء مقالة. به لهنا شنو مثلا التعديلات اللي تنجم تبدأ بها؟ نجم تحطهم الكل هذا، تحرير النسخ. تحرير النسخ هذا عبارة على إصلاح الإملاء والنحو والنمط، ما فيش حتى علاقة بالموضوع في المقالة، تلقى غلطة في النسخ بدلها. نجم نضيف وصلات بين المقالات، قلنا احنا راهو المقالات كلها مربوطة ما بين بعضها. عنا مقالات إذا كان عندك الرابط أزرق معناتها مقالة موجودة، والرابط أحمر مقالة غير موجودة، والتعديلات المتوسطة والتعديلات الصعبة. ممكن نبدأ احنا بالتعديلات، مثلا نختاروا نيفو هذا أسهل واحد. بعدها تم. ولهنا إذا كانك أنت مهتم بمواضيع معينة في ويكيبيديا لازم تختار المواضيع هذه. مثلا نحب نكتب مثلا كان في العلوم، علوم هندسة، تختار الهندسة ونحي والباقي الكل يزي. لهنا واللي يعطيك مقالات فقط عندها علاقة بالهندسة، مثلا الاتحاد الألماني لصناعة الطيران، طيران الأعمال، الخطوط، كل هذا على الطيران، الهندسة بوجو 205. والمقالات هذه الكل عندها ولا تحتاج إلى تدخل. المقالات هذه مازال فيها خدمة، مثلا المقالات هذه بوجو 205 لازم نقوم فيها بعملية تحرير النسخ كوبي إيديت. شنو هو تحرير النسخ؟ يتمثل تحرير النسخ في عمل إصلاح صغير لنمط الذي تتم به كتابة المقالة، وهي طريقة ناجعة وسهلة للتعود على تحرير ويكيبيديا. يسار تحرير النسخ المقالات على أن تكون أكثر احترافا وجديرة بثقة. إذا كنت تحب تعرف معناتها تحرير النسخ تكليكي على هذا ويعطيك التحرير النسخ، ولا تحرير النسخ كيفاش تم العملية فيه، يعطيك بالتفصيل شنو الأهداف متاعه. فما حتى فيديو صغيرة توريك مثلا هذه كيفاش تم عملية التحرير، مثلا ويحدها غربا مش وتحدها غربا، باش نصلحوها هذيك ولا باش نزيدوا نقطة، يتسمى هذا كتحرير نسخ. فما فيديوهات يعلموا كيف. نرجعوا لهنا للتعديلات المقترحة. الاهتمامات كما قلت لكم مقسومة على مواضيع، المواضيع هذه تختار اللي تحب تبدل فيه. دونك نرجعوا للهندسة، لنا نجم تختارهم الكل، اختار الكل، أما يعطيك أكثر مقالات. هنا نتصور فما
معرفش. رياضة، لازم نحط رياضة. يعطيك مقالات خاصة كان بالرياضة. هذه الخدمة المطلوبة هي أضف وصلات بين المقالات. شفنا بكري الخدمة المطلوبة هي تحرير النسخ، هنا يقول لك أضف وصلات بين المقالات. شنو معناتها أضف وصلات؟ إضافة الوصلات هي أسهل طريقة للتعديل، تساعد الوصلات القراء على الانتقال بين المقالات للتعلم سريعا. نجم تتعلم شو معناتها إضافة الوصلات. كيف كيف فما الفيديو هذه تعلمك كيف تزيد وصلات بين المقالات. عدل، تمشي للمقالة اللي حاجتك بها، كليكي على عدل وتزيد وصلة بالبوتون هذا. دونك نرجعو. إذا كان اختاروا توا، ما إذا كان تختار حد شيء يقول لك على الأقل اختار نوع واحد من التعديلات. نمشيو نحطوا توا، نفرضوا تعلمنا كيفاه نعمل تحرير نسخ ولا نزيد دي ليون. نتعداو المرحلة اللي بعدها، هي بحث على براجع ولا تحديث المقالات. لهنا كيف كيف شو اللي يختار لي مقالات فيها المشكل هذا، معناتها مقالات ماهاش محينة كما هذه مثلا. هنا يطلب منك من 20 ل 30 دقيقة خدمة، تصبح المقالات غير مواكبة للأحداث وتحدث تطورات جديدة للتاريخ. ابحث عن المعلومات الصحيحة وأضفها حتى تتضمن ويكيبيديا دائما على الحقيقة المتداولة حاليا. هنا ما فماش صفحات المساعدة، من نجم تلقى تحيين المقالات، نجم تلقى صفحات هي تعاونك، مازلنا ما حطيناهمش في البانو هذا. لكن نفرضو هذه، نشوفوا شنو المشكلة اللي فيه المقال هذا، نضغط عليه. على المقالة هذه أو المشكلة اللي فيها، المحتوى هذا يحتوي معلومات قديمة، الرجاء تحديثه بما يناسب التغييرات الأخيرة. لازم فيه حاجة تقديمة يلزمك، لأن كيف كيف شوفوا الفرق ما بين وصلة فيها وراها صفحة، والوصلة هذه مثلا البرلمان الإفريقي هي مقالة غير موجودة في ويكيبيديا. كليكي عليه يقول لك مش موجود، يلزمك تنشأها جديدة. هذا ما ننصحكمش إذا كانكم أول مرة باش تخدموا على ويكيبيديا، ما تعملوش مقالة من النهار الأول، تبداو بالمهمات السهلة والمتوسطة اللي شفناها، وبعدها تنجم تعمل مقالات جديدة. والفرق ما بين الوصلة الحمراء والوصلة الزرقاء، مثلا الزرقاء لهنا السودان، كليك على السودان يخرج لي تخرج صفحة السودان. هذا هو لوحة المستخدم الجديدة هذه. عندكم الموديول، وحدة التعديلات المقترحة هي الوحدة اللي باش تعاونك برشا في الخدمة أول ما تبدأ في ويكيبيديا، تعطيك مقترحات باش تبدأ بيهم، تتماشى مع الاهتمامات بتاعك. مثلا تحب تخدم كان على مثلا هندسة معمارية، أعطيك كان أو بالظهر عندنا أرتيكل على تونس في الهندسة المعمارية، يقول لنا شبيه هذايا مشكلته استخدم الكتب ومواقع ويب. ما عندوش دي ريفيرونس، معناتها ما عندوش مراجع. قصر الزاوج حلو شنو المشكل فيه. المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر، يرجى إيراد مصادر موثوق بها، أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.
من مارس 2016 وهو على الحاله هذه، معناتها ما فماش حتى مرجع، هاي فسوا ما فما حتى مرجع في المقاله هذه. ألا إن شاء الله عندكمش أسئلة ولا حاجة تنجموا تكتبوها في الشات.